بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. اليوم التقينا مع الشيخ الدكتور محمود لورا. تفضل شيخ. سلام. كلمة صغيرة. الحمد لله رب العالمين، وأقوم الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. تشرفنا بهذا المجلس بفضيلة الأستاذ زهير. أستاذ زهير الله يحفظه، هذا من ريحة السيد يوسف الرفاعي. الله يبارك فيكم. وكأنه السيد يوسف الرفاعي معنا. ما ننسى تلك، ذكرنا بتلك الأيام التي عشناها مع السيد يوسف في المسجد وفي بيته وفي المجالس، وما رأينا مثل السيد يوسف الرفاعي. كان فريد عصره، كان وصولا يواصل الجميع رحمه الله. كان يمثل أخلاق جده الإمام الرفاعي وجده الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك بساداتنا آل الرفاعي أجمعين. آمين يا رب. وبذريته. آمين. وبأنجاله. آمين. وبجميع عائلته، وأن يحفظهم وأن يرعاهم وأن يبارك بهم. آمين. إن شاء الله نتشرف بزيارتهم إن شاء الله ونتبارك بهم. الله يحفظ معاهد السيد يوسف ويحفظ طلابهم ويحفظ أهله ومجلسه عشيرته. نعم. ومجلسه أيضا. مجلسه ومعاهده وكل ما يتعلق به رضي الله تعالى عنه. إن شاء الله ربي يكرمنا بشرفنا نزور قبره إن شاء الله. حياكم الله. ونشرف نحن من أبنائه وأولاده. ما ننسى حنانه وعطفه. بارك الله بكم ورضي عنكم. سلامي للجميع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشكرك شيخ.